كابتن ماهر، خلينا نبدا مع حضرتك بما يحدث الان في الساحه الرياضيه مع النادي الاهلي. ومؤخرا الحقيقه شفنا مثلا نادي الهلال بيتم الاستجابه لطلبه وتاجيل مباراتين في الدوري، في الدوري السوداني. تمام، اوكي، الاتحاد السوداني وافق لنادي الهلال. على الجانب الاخر، عندما طلب النادي الاهلي من رابطه الانديه المحترفه ان يتم تاجيل مباراه للنادي المصري مع النادي المصري يوم 27، اعتقد ان يعني حتى الان اللي انا عارفه ان هناك رفض لهذا الامر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجه الغريبه اسلام ان احنا مش المره دي بس، احنا بقالنا سنين على كده. طيب. يعني النادي الاهلي هو الممثل الحقيقي للكره المصريه. اذا كان افريقيا او كاس العالم للانديه ابطال افريقيا. والنادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي سعاده الجماهير الاهلاويه والجماهير المصريه من خلال انتصارات النادي الاهلي اللي موجوده. يعني انا بستغرب المسؤولين في اتحاد الكوره والشباب الرياضه ورأسهم طبعا الوزير اشرف صبحي وطبعا الرابطه المكمله ليهم. يا جماعه لازم نعرف ان النادي الاهلي ده هو الممثل الحقيقي للبلد دي. يعني النادي الاهلي هو فعلا اسلام احنا بنطلب حاجه، يعني من حقنا حاجه احنا لامسينها. احنا فعلا يعني الله يكون في عون طبعا المسؤولين في النادي الاهلي والجهاز الفني واللعيبه على الاجهاد والاسترس اللي واقع عليهم، وده حقيقي يا اسلام بشكل كبير. يعني عايز اقول لك خلال المرحله اللي جايه كده طبعا احنا بنطلب تاجيل مباراه المصري، لان عندنا مباراه اهم وهي مباراه الهلال، ولسه ما تحددتش المجموعه مين اول ومين تاني. فمباراه الهلال سان داونز اول. لكن احنا المنافسه بينه وبين الهلال السوداني العمليه مش سهله طبعا، واحنا شفنا الهلال السوداني خلال المباراه كده سان داونز الاول لما وصل لنقطه 11 بالظبط الا لو الهلال كسب. لا قدر الله يعني. فالقصه قصه صعبه جدا ولسه لم تحسم. فاللي احنا بنطلبه ده حق من حقوقنا. احنا بنطلب ان احنا يعني تاجيل مباراه مش هتفرق معانا لما ناجل مباراه، لكن هتفرق مع لاعبتنا، هتفرق مع الجهاز الفني. عايز اقول لك كمان يا اسلام الحاجه اللي طبعا بتاكد برضك اجهاد هؤلاء اللاعبين، مباراتين ملاوي مش سهلين بالنسبه لمنتخب مصر، واحنا عندنا سبعه زامبيا وزامبيا منتخب الاولمبي وبرضك ولادنا موجودين في المنتخب الاولمبي. فالنهارده عندك قوام المنتخبين الاول والاولمبي من لعيبه النادي الاهلي سبعه واربعه وبالظبط، وهتلعب كل ثلاث اربع ايام مباراه، وبعدين هترجع من المباراه الثانيه سفر وترانزيت، وهتنزل وتروح وبعدين ترجع. هيبقى بس هو هنا ما بيتكلمش عن اللاعبين الدوليين، هو قال المباريات بدون اللاعبين الدوليين. لكن انا بتكلم على احنا مباراتنا مع الهلال. بتكلم يعني عن الهلال بقى الاهم يعني. الاهم بالنسبه لنا اسلام اللي صحيح. احنا بنركز عليها. فطبعا اجهاد واقع بشكل كبير جدا على لعيبه المنتخب، وربنا يا رب يحميهم كمان ما يبقاش في اصابات بالنسبه للفريق الاول وبالنسبه للمنتخب الاولمبي. انا شايف طبعا الاتحاد السوداني بصفه الهلال هو الممثل للكره السودانيه وقطب من اقطاب الكره السودانيه، هو والمريخ زي الاهلي والزمالك. فطبعا الناس فاهمه ولبت طبعا للهلال تاجيل المباراتين عشان الناس يلاقوا نفسهم، يلاقوا راحه، اذا كان عندهم اصابات يقدروا يعالجوها، عندهم حاجات نواقص في الجانب البدني يقدر يعالجوها، نواقص في الجانب المهاري الخططي. يعني تحس هيبقى في استشفاء بشكل كبير جدا لفريق الهلال. لكن احنا النادي الاهلي يعني سبحان الله اتكتب علينا كده، البطل اتكتب عليه كده انك انت بتطلع من البطوله تخش البطوله، تطلع من دوري تخش الكاس، تطلع من كاس تخش كاس الرابطه. فطبعا انا شايف ان مفروض يعني المثلث المكمل في الرياضه لازم يبقى فيه وقفه وفعلا وقفه في ظهر النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو الفرقه الوحيده اللي موجوده بتمثل طبعا مع احترام نادي الزمالك، مع احترام البيراميدز وطبعا بيراميدز وفيوتشر بيمثلوا مصر في الكونفدرالية. وفي النهايه خلي بالك واحد منهم اللي هيخرج يوم 2 جنيه، اللي هيقابلوا بعض الاثنين هيقابلوا بعض. فانا عايز اقول لازم يبقى في وقفه، ومش لازم احنا نفضل. انا شايفك من قبلها بيوم واثنين ومن امبارح وقبل كده بتتكلم على
وما زلت هتتكلم على الموقف ده، فلازم الناس تبدا يعني تاخد بالها بقى وتبدا الناس تصحصح وتبقى بصراحه، يبقى في حق في الفير بلاي بقى. احنا عايزين الروح الرياضيه اللي احنا كنا نتمناها من بدايه الموسم، ويعني يبقى في مسانده بشكل كبير جدا للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه، وتتاجل له المباراه، ويعني مستر كولر يبدا بقى هو يحضر استراتيجيته للمباراه، مباراه الهلال القادمه، لان مباراه مصريه بالنسبه لنا. وانا عايز اقول ان الفرصه جت، يعني الحمد لله رب العالمين، ان مباراه السان داونز والهلال طلع التعادل الايجابي 1-1، ودي فرصه ان احنا ان شاء الله باذن الله يعني نقدر ربنا يوفقنا هنا من خلال جمهورنا اللي هيبقى موجود طبعا بنسبه مش اقل من 20,000 نتمنى طبعا. استاد الدفاع الجوي، انا سامعك بتتكلم على استاد الدفاع الجوي، استاد القاهره. طيب يبقى استاد الدفاع الجوي ده منتخب مصر. منتخب مصر استاد القاهره اللي هو بيعتبر بعبع للفرق الافريقيه. نتمنى طبعا ان احنا نشوف جمهورنا باذن الله اكتر من 20,000 موجودين في الاستاد. هو الاهلي طلب ساعه كامله للاستاد. نتمنى هذا اسلام، لان فعلا المباراه دي محتاجه جمهورنا، لان الجمهور بيبقى ليه عامل السحر بشكل كبير جدا للعبتنا، ولعبتنا لما بتشوف الجمهور مالي الاستاد بهذا الشكل بتبدا دوافع بقى لعبة النادي الاهلي وروح الفنانه الحمراء، وان شاء الله يكون لنا نصيب يا رب في المكسب في هذه المباراه.